بين سطور كتاب نمضي، بين سطور كتاب نبحر في آفاق شتى ونغذي الألباب. آداب ومعارف جمة ومعان تعلو بالهمة، آداب ومعارف جمة ومعان تعلو بالهمة، تسعى تخطو نحو القمة في عرض جذاب. بين سطور كتاب. الشاعر والأديب عبد الرحمن بن صالح العشماوي ولد في قرية عراء في منطقة الباحة بجنوب المملكة العربية السعودية، وتلقى تعليمه الابتدائي هناك، وعندما انهى دراسته الثانوية بكلية اللغة العربية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ليتخرج منها ويواصل دراسته حتى نال شهادة الماجستير عام 1403 للهجرة، وبعدها حصل على شهادة الدكتوراه من قسم البلاغة والنقد ومنهج الادب الاسلامي. لضيفنا مؤلفات شعرية ونثرية، وحول بعض هذه المؤلفات كان لنا معه هذا اللقاء. نرحب بكم احبتنا الكرام الى حلقة جديدة من برنامجكم قصة كتاب، كما نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الشاعر والاديب الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي، فاهلا ومرحبا بكم. حياك الله اخي الكريم الاخ احمد، وبارك الله فيك، واسأل الله عز وجل ان يوفقني واياك في هذا اللقاء لنقدم لإخوتنا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات شيئا مفيدا بإذن الله تعالى، وقصة ربما ترسخ في أذهانهم عن كتاب من الكتب. اللهم آمين. الله دائما آمين. دكتور عبد الرحمن، أي مؤلف لابد أن له قصة مع مؤلفه، وصدر لكم كتاب ولعلنا نبدأ به، عنوانه لا تغضب. نعم. وطبع هذا الكتاب وقرأه القراء وربما أغضب البعض. نعم. فلو تحدثنا بداية عن هذا المؤلف وتأليفه، ولماذا غضب منه من غضب؟ بارك الله فيك أخي الكريم. أولا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دائما الكتب في عالم المؤلفين لها قصص كثيرة، ولربما يؤلف المؤلف كتابا وهو لا يتوقع أن يؤلف في هذا المجال، إنما لموقف من المواقف أو عدد من المواقف يتعرض لها هذا المؤلف فيؤلف كتابا من الكتب. كتاب لا تغضب من الكتب التي تعد برغم صغر حجمه قريبة من نفسي، لأنني ألفته بعد عدد من التجارب في التعامل مع الناس. ودائما الإنسان الذي يكون له حضور، يعني لاسمه حضور عند الناس، يتعرض لعدد من المواقف تستحق أن تسجل، لأن فيها فائدة وفيها تجربة وفي بعضها شيء من الطرافة. فأنا حدثت لي عدد من المواقف وما تزال تحدث إلى الآن في أناس ألتقي بهم في أماكن معينة، في أناس يزورونني في مكتبي في منزلي، ولكل أحد منهم قصة من القصص ينقلها إلي أو موقف من المواقف يريد أن يتحدث معي فيه، بل قد يكون سبب زيارته لي أن يقسو علي في الكلام وأن ينتقدني نقدا لاذعا. فأنا اصطدت مجموعة من هذه القصص ووضعتها في هذا الكتاب لا تغضب. جميل. وجميع المواقف التي في هذا الكتاب دكتور يعني انتقادات لما طبع أو ما كتب؟ هي انتقادات لمواقف. يعني مثلا أذكر قصة من القصص في هذا الكتاب، زارني شاب. نعم. وفوجئت أن هذا الشاب يحمل مجموعة من الأفكار المنحرفة، بل يصل إلى درجة الإلحاد. وزيارته لسببها أنه قال لي كما ذكرت في الكتاب: يا دكتور، ترى نحن نسمعك دائما الإسلام وقضايا الإسلام وتدعو في الشعر للإسلام، أنا لا أدري يا دكتور أين هو الإسلام، يعني حقيقة أنا لا أؤمن بشيء اسمه الإسلام. نحن في عصر اختلفت الأمور فيه، الإسلام يصلح للناس الذين مضوا، بهذا المنطق، وهو طالب جامعي. فهنا تبدأ قصة لا تغضب، لأنه كما تعلم نحن يعني لنا قيم ومبادئ وعقيدة نغضب لأجلها. فحينما يأتي شاب ويبدأ هذا الشاب ينال من مبدأك وعقيدتك، وأيضا يشعرك بأنه قد انحرف عن المسار مع أنه من أبناء المسلمين ومن أسرة مسلمة، فإن ذلك بلا شك يغضبك. ولهذا يعني أثارني هذا الموقف، فبدأت أضبط نفسي
وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب. ومن الصعب ترى كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فأنا بدأت أفكر إما أن أتعامل مع هذا الموقف بعنف وقوة والأكيل له كما يقولون الصاع صاعين، وإما أن أضبط نفسي ويعني أهدئ من روعي وأبدأ أحاول أن أصلح هذا الشاب لأنه على خطر عظيم كما تعلم، يعني إنسان يصل إلى درجة الإلحاد. فمثلا ضبطت نفسي وحاورت هذا الشاب حوارا هادئا جدا، فكانت النتيجة الحمد لله أنه عاد إلى الطريق المستقيم الحمد لله. وقص على هذا قصة جميل. نحن سندخل إلى هذه القصص دكتور عبد الرحمن، لكن عدد القصص في هذا المؤلف بداية؟ أنا أعتقد أنه حوالي 6 قصص. الكتاب الآن إن شاء الله طبعا هو الحقيقة طبع من عدة طبعات و يعني بيع منه عدد ممتاز يعني من النسخ، لكن أنا الآن جهزت الكتاب بصورة أخرى. نعم. تصرفت فيه يعني تدخلت فيه. هنا فقط رواية للقصص. رواية. إيه نعم. ما في أي بيت من الشعر. لا أعتقد أنه في بيت من الشعر. لا ما يعني هذا مؤلف نثري. هذا مؤلف نثري. جميل. ليس له علاقة بالشعر. أيضا دكتورة يعني دعنا ندخل إلى القصة الأولى التي ربما أحدثت ضجة نوعا ما. نعم. عنوانها ضدان يا أختاه. وكانت في سنة 1415 للهجرة. لو ذكرت هذه القصة وكيف جاءت؟ هذه قصة تسمى الآن في المواقع وحتى في اللقاءات العامة وكذا فتاة الطائرة، يعني قصتي مع فتاة الطائرة. القصة حدثت في هذا العام الذي ذكرته في أوله أو قبله بعام تقريبا. فطبعا جلست بجواري بعباءتها وحجابها الكامل كالعادة، ثم أقلعت الطائرة. فلما أقلعت الطائرة وانطلقنا يعني حوالي ربع ساعة تقريبا قامت من المقعد وعادت إلي بشكل آخر، يعني عادت لابسة لبس الحقيقة يخالف تماما اللبس الذي كانت عليه. بعض الناس يتوقع بعد قراءة القصة أنها خيالية وأنا تخيلتها وعالجت بالموضوع. الحقيقة أن القصة حقيقية. قبل أن تسجل معي الآن بأسبوع كنت في المدينة وأحد المشايخ قال لي كنا نتحدث عن هذه القصة فهنالك من جزم أنها خيالية وأنها لا يمكن أن تقع مثل هذه القصة. جميل. فقلت له الحقيقة هي وقعت حقيقة كما وصفتها، وإن كان طبعا هنا استخدمت الأسلوب الأدبي في العرض. نعم. فبلا شك الأسلوب الأدبي يزوق القصة ويعطيها بعدا آخر، لكنها قصة حقيقية بكل تفاصيلها. صحيح. طيب عندما عادت؟ طبعا عندما عادت أنا بدأت أفكر ماذا أصنع معها، لأنها عادت مثلا حتى يعرف الأخوة والأخوات الفاصل الكبير، يعني كانت بعباءتها بحجابها الكامل قامت عادت إلي لابسة قصير شعرها مكشوف ومسرحة شعرها تسريحة معينة، يعني كل مظاهر الحجاب بل الحشمة ذهبت. حتى يعني لو عادت إلي وعلى رأسها شيء مثلا وهي لابسة طويل ماشي الموضوع، يعني ممكن تتناقش فيه بهدوء، لكن أن تعود بهذه الصورة فهذا بلا شك استفزني. فاستفزني لماذا؟ أحد الأخوة مرة كنت في لقاء يقول لي طيب يا دكتور وش عليك منها باللهجة العامة، يعني قلت يا أخي كيف يعني امرأة بجواري أول شيء حق الجوار. قال طيب كان قمت. صحيح. وهذا يمكن من التساؤلات دكتور عبد الرحمن التي ربما يعني لم يكن والله في تلك في الطائرة ولا مقعد واحد فارغ. حتى كان أحد الأخوة معي في السفر فيمزح معي يقول يبدو أنك تورطت. قلت لا إن شاء الله ربنا يسهل الأمور. فأنا كنت أفكر لما عادت بهذه الصورة التي تبرجت فيها، يعني كنت أفكر كيف أبدأ الحديث معها. هل أنصحها نصيحة مباشرة وينتهي الموضوع تقبل ما تقبل هذا شيء آخر، أم أترك الموضوع؟ الرحلة 12 ساعة مدتها طويلة، فأترك الموضوع للرحلة لعلي أتناقش معها. سبحان الله في أنا أفكر كيف أبدأ مع هذه الفتاة وإذا بالمضيفة أنا سميتها خادمة الطائرة في القصة. نعم. تأتي بالعصير كالعادة، فإذا بالأخت هذه جزاها الله خير تأخذ العصير وتقول تفضل يا أستاذ عبد الرحمن. فأنا قلت في نفسي ما دام قدمت لي هذه قدمت لي العصير فقد أصبح الموضوع بالنسبة لي مفتوحا، يعني هي عرفتني. جميل. وقدمت لي معروفا الآن، فلا بد إذن أن أهدئ الأمور وأن أتناقش معها بهدوء. وكان هذا هو الذي حصل بالنسبة لموضوع المناقشة الهادئة معها فيما بعد في القصة كما رويتها في هذا الكتاب. السلام ورحمة الله. أهلا عبد الرحمن، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. تفضل زياد. حياك الله. ما شاء الله عساه شاعر يا دكتور. والله هو يجيبك شاعر يا زياد. زياد يحفظ الشعر، يحفظ الشعر، ذواقة للشعر ما شاء الله تبارك.
ما شاء الله هو زيادة الآن أدخلنا إلى جلسة ما شاء الله خلاص يعني يا أخو الأخوة الأخوات المشاهدون المشاهدات نعم. اعذرونا عاد نتقهوى أمامكم كان بودنا أن تكونوا معنا أنا والأخ أحمد لكن عاد والحمد لله استغلال يا دكتور مثل هالمواقف هذه في الدعوة إلى الله سبحانه وتبصير الناس يعني وسيلة ما هي سهلة صحيح أنا من ضمن الأشياء العجيبة قبل فترة واحد على القصة نفسه يقول يا دكتور أنا لأن تنزل في الإنترنت كل فترة جميل وهذا من الأصداء طبعا أصداء الكتاب أين من أصداء الكتاب لا ترى فكان يقول لي يا دكتور الحقيقة يعني أنا ما أدري قضية الفتاة هذه يعني هل هي كانت فعلا صادقة أن زوجها يعني يقول أنا ما أتوقع زوج عاقل مسلم يقول لزوجته إلا أن قالت لي قال لا تنزلي المطار البلد الذي هو فيه وأنت لابس حجابك أو عباتك حتى لا تفشليني من الناس مصيبة. قلت والله يا أخي هذه روايتها هي وأنا أؤكد لك أن هنالك مع الأسف بعض الرجال قد اختلسوا من دينهم ومن تعاليم دينهم فأصبحوا بهذه الصورة جميل ما هي الرسالة التي تريد إيصالها دكتور من خلال هذه القصة لكل قارئ لها من قصة فتاة نعم. الطائرة الذي أريد أن أوصل أخي الكريم أن أقول إن كل إنسان حتى وإن كان مقصرا أنا مقصر أعرف جميل. نفسي كل مقصر بإمكانه أن يكون داعية إلى الله في كل مكان جميل ثانيا أردت أن أقول إن الإسلام لا يحول بيننا وبين متع الحياة وملذاتها لا يحول بيننا وبين سفر ولا يحول بيننا وبين لباس جميل ولا يحول لكن بشرط الضابط الشرعي وأن حجاب المرأة المسلمة لا يحول بينها وبين التعلم ولا بين المشاركة في اللقاءات بضوابط يعني بوجود المحرم بعدم الاختلاط المشين الذي بدأ ينادى إليه مع الأسف الشديد ويسوغ حتى من بعض أهل العلم صح. وهذا ما هو صحيح ترى لأنه يعني أنا في فرق بين أن يكون يا أخ أحمد والكلام للأخوة جميعا معي دليل شرعي وبين أن أكون وأن يكون أن أسقط هذا الدليل الشرعي وهنا يأتي الفقه يعني أنا أقول لماذا كان العالم ها لماذا كان العالم أشد على الشيطان من 100 عابد لأن العالم يعرف كيف ينزل النصوص منازلها صحيح. فيأتي رجل مثلا قبل فترة كان واحد يناقش في القصة ويقول لي يا أخي أنت الآن ينادون أثار الاختلاط موجود قلت له يا أخي الكريم أنا أريد أن أقول لك شيئا ويستشهدون يقول ويستشهدون على جواز الاختلاط بالاختلاط في الحرم مثلا في المسجد النبوي وفي الأسواق فقلت الذي يسقط هذا على هذا يحتاج إلى إعادة نظر صحيح. لأنه أنا يجب أن يكون عندي شيء من الفقه في إسقاط الدليل نعم. على الواقع يعني ما مثلا النساء كنا يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد تقول عائشة كنا يخرجنا تفيلات وهذا الثابت في السيرة بلا نقاش ما معنى تفيلات يعني غير متبرجات طيب لو جئنا الآن وجاءت نساء ما هو إلى السوق ولا إلى مكان إلى المسجد لكن في غاية التبرج هل أستشهد بأن النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على جواز مجيء المتبرجات إلى المسجد أمام الرجال ما يجوز لأن الحالة يعني هنا فقدت جانبا من جوانب الضوابط الشرعية جميل. فأنا أريد أن أوصل إلى الأخوات الكريمات بالذات أن المرأة المسلمة أخواتي يمكن أن تكون حاضرة علما وثقافة وأدبا في كل مكان ولكن بضوابطها الشرعية التي نعرفها جميعا والتي الحمد لله هي أوضح من الشمس في رائعة النهار لضيفنا قصائد تدعو إلى بزوغ فجر جديد في هذه الأمة وهو في الوقت نفسه يشحذ الهمم ويتكلم عن الأمل القادم وعن الإشراقة الجديدة للشمس التي يتمناها ضيفنا أن تنير سماء الأمة الإسلامية من جديد قبل شوي دكتور عبد الرحمن وكنا في الخيمة يعني تحدثت عن هذا الكتيب الذي طبع لكم لا تغضب ونحن الآن في هذه المكتبة التي أظن من خلالها خرج كتيب لا تغضب وأيضا خرج أكثر من 30 مؤلف لو تحدثنا بداية عن علاقتكم بهذه المكتبة متى تدخل إلى هذه المكتبة ومتى تخرج منها وماذا تعني لك نعم حياكم الله أخي الكريم أولا أرحب بكم في هذه المكتبة المتواضعة التي تعني بالنسبة إلي بعدا زمنيا تاريخيا ثقافيا أدبيا علميا كبيرا المكتبة أتعامل معها بكل حميمية وصداقة بل إنني أجزم أنها تكاد تكون هي المكان الوحيد في المنزل الذي لا بد
أن أمر عليه خروجا ودخولا صعودا ونزولا. جميل. فلا تأنس النفس ولا يطمئن القلب ولا أهدأ حتى أمر بهذه المكتبة، أجلس فيها قليلا، أقلب بعض الأوراق والكتب، أتعامل مع بعض الأشياء التي نشأت بيني وبينها صداقة حميمة منذ سنوات طويلة. فهنا كتب الحقيقة العلاقة بها علاقة غير عادية، يعني حتى لو أردت أن أؤلف كتابا في العلاقة بالكتب فسيكون كتابا طريفا. أجل هذا إن شاء الله تعد به المشاهدين الكرام بإذن الله، لأنه هو الأشياء الموضوعة عندي في القائمة بإذن الله. جميل. دكتور عبد الرحمن، المؤلفات النثرية والشعرية، أيهما أحب إلى قلبك؟ وكم عدد المؤلفات الشعرية والنثرية؟ الحقيقة جميع المؤلفات حبيبة إلى قلب مؤلفها، هذه ترى ليس جوابا إعلاميا. نعم. كما يقولون هذا جميع ضيوفنا دكتور عبد الرحمن دائما يقول لا نفرق بين الشعرية كأولادي. نعم. لكن أنا الشعر عندي يعني جانب التوهج العاطفي الذي يعبر عني في أحلك المواقف وفي أصفها، يعني في كل الحالات الشعر هو الذي يستطيع أن ينتزع من أعماقي معالم الإحساس والشعور. جميل. وأن يصطاد الخواطر النفس الكامنة فيها وأن ينقلها إلى الآخرين. ولهذا أنا سميت الشعر السفير الأول. جميل. يا سفيري ومن يكون سفيري غير شعري في غيبتي وحضوري. جميل. وجميع القصائد دكتور عبد الرحمن، هل يصح أن نقول أنك تكتبها هنا داخل هذه المكتبة؟ ليس دائما، أنا أكتب يعني المكتبة هذا نصيبها وافر بلا شك، لكن الشعر بالنسبة إلي هو يأتي في لحظة توهج المشاعر، وهو الذي يعني هل في مكان معين تتوهج ليس المشاعر؟ أبدا، بالنسبة إلي ليست لدي أي طقوس. بعض يعني الوقت والمكان لا يختلفان. لا يختلفان. بعض القصائد كتبتها أنا في الشارع. طبعا أنا إن شاء الله ما أحد يسمعنا من المرور حتى لا يعتبرون مخالفات مرورية. يعني أذكر مرة أبيات لي معروفة، ترى العين ما لا يريد الفؤاد ويبغي الفؤاد الذي لا ترى، يريد الفؤاد مكان الثريا ولا تلمح العين إلا الثرى، ألا أيها القلب هذا زمان يباع الكريم ولا يشترى. هذه الأبيات كتبتها عند إحدى الإشارات المرورية، وقد يعني أضيئت الإشارة الخضراء فلم أتحرك، ثم أضيئت الحمراء وبعد أن تحركت الخضراء مرة أخرى مشيت. أذكر كان ورائي بعض السيارات، فأحد الإخوة يضرب منبه السيارة بقوة، ما تحركت طبعا، وأنا ما عاد في عندي مجال، يعني لابد أسجل الفكرة الأبيات. فجاء وطرق الباب، زجاج نزل وطرق زجاج السيارة، فالتفت فرآني بورقتي وقلمي فقال هكذا، يعني الحمد لله على السلامة يعني. ولهذه الدرجة. نعم. فليس هنالك، أكتب في الطائرة، أكتب في مجلس ممكن يكون في ناس خلاص تأتيني خاطر أكتبها، في ضيافة أحد سفر حضر، يعني ما، لكن المكتبة تحظى بخطرات كثيرة لأني أجلس فيها كثيرا. وغالبا عندي يعني سبحان الله في عادات أحيانا لبعض الشعراء والكتاب، من العادات التي نشأت عندي من أكثر من 20 سنة، أنني أصبحت أسجل الخطرات الأولى الشعرية عندي غالبا على الأغلفة الداخلية للكتب. يعني أكون أقرأ كتاب، جاءتني ومضة شعرية كما يقولون، ما أمامي إلا غلاف الكتاب، وأنا أرى أنه موثق أيضا لأن ما يضيع هذا. جميل. فأبدأ أخذ القلم وأكتب. وأظن أن طلعنا على هذا الكتاب على نعم مثلا نعم. رياض الصالحين تأليف الإمام أبي زكريا الدمشقي، ما شاء الله تبارك الله، كنا نقلب فيه قبل قليل. صحيح. واكتشفنا هذه الأبيات. صحيح. الموجودة. نعم. نعم. في هذه لا شك يعني هذا نموذج ترى. جميل. يعني نموذج ممكن أن تراه أو يراه الإخوة. هذه أوراق أيضا، هذه كلها أبيات ترى موجودة تكون نشأت يعني مثلا هذه أنا كنت أقرأ في رياض الصالحين. وللمعلومية يعني أنا أوصي نفسي وكل الأخوة، نحن يجب أن نكون على صلة دائمة بالقرآن والسنة والأحاديث، لأن هذه ترقى بنفوسنا كثيرا وبأبنائنا وببناتنا وببلاغتنا وببياننا. فأنا كنت أقرأ فخطرت ببالي هذه الخاطرة لأني كنت متأثر بمواقف معينة كما تعلم، مواقف نعم. الأمة والشاشات مع الأسف الآن، سواء كانت فضائية أم شاشات الشبكة المعلوماتية أم الجوال، كلها تنقل إليك الأخبار بكل ما فيها. فأنا أذكر نقلت إلي مجموعة أخبار من العراق، من فلسطين، من أفغانستان، وهذا عام بالضبط في شهر 3/2/3 1430 هجرية، قريب الكلام. فبدأت عندي خواطر، بدأت أحس أن الأمة في ليل وأنني أريد أن يطلع النهار ليريح الأمة من هذا الليل وظلامه. فبدأت على هذا رياض الصالحين الغلاف الأخير أكتب اطلع فديتك يا نهار، فالليل أثخن في الديار، اطلع فديتك فارسا شهما يفك به الحصار، أما الهلال يعني مثلا
اطلع فديتك يا نهار، فالليل يحتجز المدار، في الأرض شوق عارم وترقب لك وانتظار. وتستمر القصيدة. جميل، طبعت هذه دكتور؟ هذه لم تلقى إلا الآن. وهذه سبق صحيح. هذا يعتبر سبق للبرنامج. شوق يلذع صدرها وفؤادها بلهيب نار، فجبالها ووهادها ترنو كما ترنو القفار، شوق يبوح بسره وبحره موج البحار. جميل. هذا عن الأمة طبعا. فمثلا هذه خلاص قصيدة جاءتني في تلك اللحظة، لم يعد لدي مجال إلا أن أنقلها حتى لا تضيع مني، لأن ترى من التجربة أن الإنسان إذا جاءته الخاطرة المفعمة فالمفروض يسجلها شعرا كانت أم نثرا، لأنه إذا لم يسجلها أحيانا بعض الناس، وأنا قد حصل معي هذا أكثر مرة، تأتي الخاطرة فيحس أنها مركزة في ذهنه فيقول خلاص إن شاء الله بعد ساعة ساعتين لما أفرغ أكتبها. كتيب أو كتاب صاحبة الحرير الأخضر، نعم، لو حدثنا عن سبب تأليف هذا الكتاب. هذا صاحبة الحرير الأخضر هو عن عائشة رضي الله عنها. عائشة أديبة عالمة مثقفة حافظة وراوية للشعر، لأن هذه كانت عائشة رضي الله عنها. فأنا أخي الكريم رأيت ما يحدث في هذه الأزمان الأخيرة في أمتنا من دعوة إلى السفور وإلى ترك الحجاب وإلى الاختلاط المشين، لأن الاختلاط كما تعلم قد يكون اختلاطا عاديا، نعم، كما يحصل في المسجد الحرام، وقد يكون اختلاطا مشينا كما يحصل من الاختلاط المتعمد. يعني مثلا اختلاط الطلاب الطالبات وهن متبرجات في العمل ومتلاصقين ببعضهم الاختلاط في العمل، هذه أمور تحتاج إلى ضوابط، لأن نحن أمة لها حضارة ولها ضوابط ولها دين. فأنا يعني ورأيت الحملة العارمة الشرسة، وقرأت مجموعة من الروايات لمؤلفات كاتبات مسلمات، كلها تنادي وتتمنى أن تزول كل الحواجز وأن تكسر كل الحواجز بين الرجل والمرأة، حتى هنالك من يقول إن المرأة هي الرجل والرجل هي المرأة. وأيضا رأيت الخداع كثير من الفتيات المسلمات بهذا التيار الجارف الذي يعمي البصر والبصيرة أحيانا. فرجعت إلى سيرة عائشة رضي الله عنها ولملمت أطراف ما أعرف منها ووضعتها في هذا الكتاب صاحبة الحرير الأخضر. صاحبة الحرير الأخضر مما ورد في السيرة أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في روايات تقول في المنام وفي روايات تقول حقيقة، وبسرقة حرير خضراء، يعني بقطعة قماش خضراء، وفيها صورة عائشة، وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. هذا ورد في السيرة. فأنا من هذه القصة وضعت عنوان الكتاب صاحبة الحرير الأخضر، وتناولت فيه شخصية عائشة رضي الله عنها. وأنا أقول أخي الكريم الكلام للإخوة جميعا والأخوات، عائشة رضي الله عنها مثال للمرأة الناضجة المتعلمة الأديبة، تحفظ للبيد بن ربيعة 1000 بيت من الشعر، وهو أقل ما تحفظ لغيره من الشعراء. هي تقول عن نفسها كنت أحفظ لكعب بن مالك القصيدة فيها 40 بيتا، وهي تحفظ له الكثير. جميل. أيضا كانت زوجة حبيبة إلى زوجها، قادرة على الإحسان إلى زوجها وطاعته والتبعل له وإمتاعه، امرأة جميلة. لكن عفوا دكتور عبد الرحمن، الصياغة التي داخل الكتاب كانت بصياغة أدبية شعرية أم صياغة أدبية نثرية؟ أدبية نثرية. يعني هو كتاب يؤرخ لعائشة لكن بأسلوب أدبي. يعني حتى لو أردت، يعني طبعا تناولت حديث الإفك لأن عائشة أبدعت فيه، ولعلمكم كثير من الإخوة ما يعلم أن عمر عائشة لما روت حديث الإفك لم يكن يتجاوز 12 عاما أو 13 سنة. صحيح. في هذا السن كانت، لأن تعرف قصة عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة. وأيضا رويت حديث أم زرع وفصلت الجوانب البيانية الرائعة في حديث أم زرع وكل المفردات البديعة الموجودة فيه، والثابت أن عائشة كانت ترويه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستمع إليها. جميل. أيضا من مؤلفاتكم دكتور عبد الرحمن هذا الكتيب الذي طبع بعنوان هي أمي. نعم. سبب كتابتك لهذا الكتيب وطباعتك له؟ هذا طبعا كتبته للوالدة غفر الله لها. أمي يعني هي كل شيء في حياتي، وهي وأم كل إنسان. لكن أحيانا بعض الأمهات يا أخي الكريم والكلام لجميع الأخوة، بعض الأمهات لهن إيقاع وبصمات خاصة. فأمي يعني بعد وفاة والدي رحمه الله كنت أنا وأخي طاهر وأخواتي صغارا، يعني كنت أنا أكبر إخوتي وكان عمري في حدود 12 أو 11. أيضا أمي تركت كل ملاذ الحياة، رفضت الزواج رغم أن والدي توفي وعمرها 25 سنة، فأبت إلا أن تبقى لتربيتنا والحرص علينا والدأب علينا والتعب من أجلنا.
فهي الوالدة رحمه الله لها قصة طويلة في حياتي. جميل. وكنت أنا الحقيقة مدينا لها في كل ما أقول من الشعر، لأنها كانت تعطيني دفقات رائعة من المشاعر والصدق والحب لله، الحب للناس، أيضا الأمل في الحياة بالرغم من فقدان والدي رحمه الله. وكانت أيضا يعني وكانت ترسم أمامي لوحة جميلة لسيرة والدي، لأن والدي رحمه الله كان مدرسا في الحرم المكي الشريف لسنوات طويلة. فهذا الديوان طبعا كتبته لما قدر الله علينا أن تفارقنا الحبيبة إلى الدار الآخرة. لو سمعتنا أبيات دكتور، أربع أبيات. والله أنا يعني ممكن أسمعك بعض الأبيات هنا لأن لها علاقة بالمكتبة، ما دمنا في المكتبة. نعم. يعني أنا من طريقتي مع الوالد الله يغفر له، وأنصح كل الأخوة والأخوات والله أن يعنوا بأبائهم وأمهاتهم، يعني أنني لم أكن ألقي قصيدة خارج المنزل قبل أن ألقيها عليها. الله أكبر. هذا يعني إجازتها لأي قصيدة لابد. وكانت تقرض الشعر يعني. هي تقول الشعر الشعبي يعني العامي المحلي. قصائد تعرف العامية. نعم. فهنا مثلا أقول في بعد فراقها رحمه الله: أماه صيرني فراقك حائرا في بيد آلام تسل سرابها، ما زلت أشعر بالضياع كسائر في مهمه تسفي الرياح ترابها، أواه من هذا الفراغ وجدته في نفسي الحر يزيد عذابها، جدران مكتبتي وكل رفوفها تبكي وتشعل بالأنين كتابها، وجميع أوراقي وكل دفاتري وقصائدي لفح الأنين أصابها، وحديقة البيت الصغيرة خلتها قد أذبلت من حزنها أعشابها، أماه يا أماه حبك في دمي عطر وغالية حملت جرابها، في البيت يا أماه منك حقيقة كبرى عشقت ذهابها وإيابها، أبصرت غرفتك الحبيبة أوغلت في الصمت بعدك أغلقت أبوابها. أعتذر أنا لأني لما ألقي شعر الوالدة لا أستطيع أن أواصل. أسأل الله أن يرحمها. في الله يرحمها في أمهاتنا وأمهات جميع المسلمين والمسلمات. آمين. دكتور عبد الرحمن، يعني ما شاء الله مؤلفاتكم تجاوزت أظن 30 30 مؤلف. هل هناك عقبات صعوبات تجدونها وقت التأليف؟ الحمد لله أنا يعني لا أجد صعوبات. طبعا هو فيما سبق من كتب مثل علاقة الأدب بشخصية الأمة وإسلامية الأدب لماذا وكيف، هذه كتب قديمة، أيضا كتاب آخر عن الوطن، هذا من الكتب القديمة. هذه الحقيقة كان الواحد في مسألة الجمع والرجوع إلى المراجع وكذا، لكن الحقيقة الآن في المرحلة الأخيرة هذه أصبح الإنسان بس يضع أي عنوان في جوجل كما يقولون العلامة جوجل ويحصل على ما يشمل المعلومات. أيضا أنا علاقتي بتخصصي الكتابة في مجال الشعر، في مجال الأدب، في مجال النثر، في مجال الخواطر، فما الحقيقة يجد الإنسان صعوبة لا في التأليف بفضل الله ولا في النشر، لأنه الحمد لله يعني أنا بالنسبة لجانب النشر مفروغ منه عندي بفضل الله، يعني فيه رغبة من دور النشر في نشر ما أكتب من الكتب، وإن كنت قد يعني اتصلت حبالي بصلة وثيقة مع الإخوة الأصدقاء في مكتبة العبيكان، وهم إخوتي وأحبتي، وأنا وإياهم يعني نعتبر إخوة لم تلدهم أمهاتهم. أيضا خلاص يعني أصبح إنتاجي موجود في العبيكان، كلما ألفت كتابا أو ديوانا أعطيتهم إياه. لكن يبدو التعب دكتور عند كتابة القصيدة بعض الأحيان كما ذكرت، عندما تريد أن تكتب بيت واحد ربما خلع ظل أهون من لا شك. طبعا القصيدة عاد هذه إما أن تأتي متدفقة ما في صعوبة، وإما أن تأتي صعبة فأعانك الله عليها. إذا كان من كلمة أخيرة نختم بها هذا اللقاء ونحن في هذه المكتبة وبين الكتب والمؤلفات. أنا الحقيقة الكلمة الأخيرة أقول لكل الإخوة والأخوات: نحن أمة اقرأ فيجب أن نقرأ، ونحن أمة الكتاب المبين والبلاغة النبوية التي لا تجارى، فيجب أن نكون أصحاب بلاغة وبيان وأصحاب علم ومعرفة. نحن ديننا فتح أمامنا جميع أبواب العلم والمعرفة بلا استثناء، ووضع في قلوبنا ضوابطنا الشرعية وفي أذاننا وعقولنا، فيجب أن نكون أمة قارئة. وأنصح جميع الإخوة والأخوات أن تكون المكتبة هي العلامة البارزة في بيوتهم، حتى وإن لم تقرأ إلا قليلا، وجود المكتبة بركة، الكتاب بركة. ولا يقول لي الإخوة ولا يقول للإخوة والأخوات: والله الكتاب الإلكتروني الإنترنت، يظل الكتاب هذا له قيمة خاصة. وبالمناسبة أختم
في ألمانيا أجريت دراسة حول مدى الخوف من تأثير الكتاب الإلكتروني على الكتاب المطبوع، فأثبتت الدراسة وهي دراسة موثقة أنه لا يمكن للإنسان أيا كان أن يستغني عن الكتاب المطبوع. لماذا؟ لأن علاقة الإنسان بالكتاب المطبوع علاقة تاريخية، علاقة سياق، علاقة جبلة وطبيعة. الكتاب الإلكتروني أيضا في مشكلة، كل الإشعاعات الكهربائية الموجودة في هذه الأجهزة لها تأثير سبحان الله على المخ البشري في عدم راحة الإنسان في الإطالة مع هذه يعني وهذا مجرب ترى، أنت لما تجي تتصفح كتاب على الشاشة ستجد نفسك بعد خلال ربع ساعة نصف ساعة تبدأ تحس أنك ما تقدر تواصل. يعني أتصور دكتور أن فقط هو للبحث السريع، هو للبحث السريع وللحصول على المعلومة سريعا. نعم. ثم بعد ذلك معك هذه البركة وهذه الكتب التي هي الأصدقاء الحقيقيون في منزل الإنسان. دكتور، بيت من الشعر، بيت واحد نختم به هذا اللقاء. أقول أخي الكريم، إذا وصلنا برب الكون أنفسنا فما الذي في حياة الناس نخشاه. استعرضنا وإياكم مشاهدين الكرام شيئا من كتب وإصدارات ضيفنا الشاعر والأديب الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي، سائلين المولى سبحانه أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. بين سطور كتاب نمضي، بين سطور كتاب نبحر في آفاق شتى ونغذي الألباب، أداب ومعارف جمة ومعان تعلو بالهمة، أداب ومعارف جمة ومعان تعلو بالهمة، تسعى تخطو نحو القمة في عرض جذاب.